في حرب هواوي المزيد من التحديات والمزيد من الصعوبات من شركة جوجل ومن شركة أمريكا ومن عديد من الشركات. ما هي أصعب التحديات التي واجهتها شركة هواوي في هذه الحرب؟ ما هي الحلول وما هو النظام الجديد هونغ مانغ أوس؟ وما هو رد الحكومة الصينية على أمريكا؟ وما هي العقوبات التي ستفرضها عليها في حال استمرار هذه الحرب؟ تابعوا معي حتى النهاية وشاهدوا الجديد. كنا تحدثنا في الحلقة السابقة عن هذه الحرب بين جوجل وهواوي أو بين أمريكا وهواوي، ما هي ضغوطات وما هي أهم الصعوبات. ذكرنا نظام التشغيل أندرويد، ذكرنا خدمات جوجل من يوتيوب وجوجل مابس، وقلنا أصعب تحدي هو متجر جوجل بلاي، يعني نظام بدون تطبيقات. هذه هي الصعوبة التي واجهتها هواوي، وهي نفس الصعوبة التي واجهتها مايكروسوفت مع نظام ويندوز فون الذي فشل كبير جدا. ولكن ما هي التحديات الأخرى؟ البعض قال معالجات كوالكوم، ولكن ليس بالتحدي الكبير، إذ أن هواوي أصلا تعتمد على تصنيع معالجاتها الخاصة التي هي كيرن، لكن تأتيها ضرب القضية من شركة ARM، حيث أن شركة هواوي تعتمد على تقنيات ARM ومعماريتها الخاصة لتصنيع معالجات كيرن، بالإضافة للعديد من معدات الاتصال أيضا. تحدي آخر واجهته هواوي ألا هو بطاقة الذاكرة الخارجية وهي ميكرو SD، وذلك بعد تعليق SD Association وهو الاتحاد المسؤول عن معايير منافذ وبطاقات الذاكرة، ولكن هواوي أعطت ضربة أخرى حيث أنها تصنع نانو ميموري خاصة بها وتقول أن الميكرو SD هي موضة قديمة. تحدي آخر واجهته هواوي وهو تحالف واي فاي أليانس، حيث قام هذا الأخير بحظر شركة هواوي، بمعنى أن الواي فاي في أجهزة هواوي القادمة غير قابلة للتطوير. بعد كل هذه المشاكل التي واجهتها شركة هواوي، الشركة قامت باستغلال شيء جيد جدا وهو نظام أندرويد المفتوح، يعني يمكنك استعمال نظام أندرويد المفتوح أو النسخة مفتوحة المصدر منه، ولكن بدون ذكر أن هذا النظام مدعوم من شركة جوجل أو يحوي تطبيقات جوجل وما إلى ذلك، بمعنى أنك تأخذ نسخة مفتوحة المصدر تقوم بتطويرها بنفسك وتطرحها في هواتفك الذكية أو تطرحها للمستخدمين كما رأينا مع العديد مثلا من الرومات المطبوخة وغيرها. ولكن هنا التحدي يكون أكبر، ليس روم مطبوخ في حد ذاته، حيث قامت الشركة باستغلال هذه النقطة وطورت نظام أولي اسمه هونغ مانغ أوس. هذا النظام الذي قالت شركة هواوي أنه قادر على تشغيل تطبيقات الأندرويد بشكل عادي، وقالت الشركة أنها طورت المتجر الخاص بها، هناك كثير من المطورين في حالة استعداد قصوى لوضع تطبيقاتهم. يعني نقول نظام ويندوز فون منذ سنين كانت المنافسة قليلة، ولكن كما نرى حاليا العديد من المطورين فقط يبحثون عن فرصة لأخذ المال. كما قامت شركة هواوي أيضا بالتعاون مع أبتويد وهو متجر معروف بديل لجوجل بلاي، حيث قامت هواوي بالتعاون معهم للتوصل إلى حلول لتطوير هواوي ستور. في جهة أخرى الحكومة الصينية، ما الذي ستقوم به؟ أول شيء الحكومة الصينية لمحت إلى أبل، حيث أنها بحظر شركة أبل ستفقد الشركة 30% من أرباحها وستفقد أكبر سوق لها في العالم. شيء آخر أقدمت عليه الحكومة الصينية ألا وهو المعادن النادرة، حيث قام الرئيس الصيني بزيارة خفيفة للمعمل، وذلك كتلميح لأمريكا بأنه في حال تأزمت الأمور ستقوم بحظر في حظر تصدير هذه المعادن النادرة إلى أمريكا، وهو نفس الشيء الذي فعلته مع اليابان سنة 2010. بالنسبة لباقي المستخدمين أو ملاك هواتف هواوي القديمة، هواتف هواوي القديمة لا قلق عليهم، يبقى الهواتف شغالة على الأندرويد، ولكن فقط لن تحصل على التحديثات، ولكن لا مشكل، تحصل على تحديثات تطبيقات جوجل بلاي يبقى شغال معك، يعني لا مشكل، تعمل عليه بشكل عادي جدا ولا قلق على هذه الهواتف. تطور الأمور، قد تصل تحديثات من شركة هواوي بنظامها الجديد إلى هواتفكم القديمة، ولكن الأمور لا أظنها ستمشي في هذا الإطار، إذ أن الحكومة الأمريكية أعطت مدة أكبر من 90 يوم إلى 3 أشهر، وقد نرى رفع الحظر لأن كما ترون لديهم مصالح متبادلة. ولكن على كل حال هواوي أخذت ضربتها، وأظن أنها ستطور النظام على الأقل. شاركونا أنتم أيضا برأيكم في خانة التعليقات، ادخلوا علينا بلايك للفيديو، دمتم في رعاية الله.